سمحتي عايزة فلوس عشان هنزل اشتري سبلاي ليست. انتي هتشتري سبلاي ليست النهارده؟ أيوة. هتشتري حاجات المدرسه النهارده دلوقتي يعني؟ طيب يا حبيبتي خدي اهو، اتفضلي خدي، خلاص هاتي السبلاي ليست الحاجات كلها اهو، ولو اتبقى فلوس ممكن تجيبي لك قلمين زياده ولا حاجه، مفيش مشاكل يعني. هو ايه ده؟ ايه 200 جنيه؟ اشتري ايه ب 200 جنيه؟ 200 جنيه انت مش عايزه تجيبي طلبات المدرسه كراسات وجلاد وكده؟ 200 جنيه هتشتري بيهم ايه؟ في ايه؟ ب 200 جنيه بس. امال انت عايزه كام يا ماي؟ 1000 جنيه. كم؟ ايه عايزه 1000 جنيه؟ تعملي ايه ب 1000 جنيه يا ماي؟ اشتري سبلاي ليست يا ماما. سبلاي ليست ايه ب 1000 جنيه؟ هتشتري ايه ده؟ كراسات وجلادات 1000 جنيه تعملي ايه؟ كراسه هتكون بكام؟ ب 100 جنيه مثلا؟ ايه 1000 جنيه ليه؟ ايه فين السبلاي ليست انت؟ ايه ده؟ اهي دي السبلاي ليست؟ 100 جنيه اشتري بيها السبلاي ليست. ايه كل ده؟ ايه كل ده؟ طيب ايه اهو كراسات برضه مش هي اكتر عن 200 جنيه اهو. اهو العربي 6 كراسات، العربي ماشي ما فيش مشاكل، انجليش 5 كراسات، والجلاد اخضر واصفر، وفستقي اللي هو اخضر يعني برضه. لا جلاد فستقي مش اخضر. جلاد فستقي اللي هو اخضر. الاخضر بتاع العربي والفستقي بتاع السوشيال. طب يا ميه، طب هي فستقي. مامي المره اللي فاتت اديتني اخضر بدل الفستقي، المس قالت لي لا انا عايزه فستقي. طب وانا اجيب لك انا فستقي منين؟ انا مش فاهمه. من اي مكتبه يعني؟ ايه من اي مكتبه انا اجيب ايه جلاد فستقي ده يا مايا؟ بس يعني الف على فين في المكتبات بتاعه مصر على جلاد فستقي؟ انا مش فاهم. السنه اللي فاتت برضو قعدت الف على الجلاد اللي لونه موف، طالبين تاني السنه دي جلاد موف، طالبين تاني وهجيبه. هجيبه ايه يا مايا؟ ما بلاقيش انا جلادات موف يا مايا. انا عقدتي الجلاد الموف، انا عقدتي الجلاد الموف. طب انا اجيب منين جلاد موف وجلاد فستقي؟ مكتبه. حرام عليهم بجد حقيقي. ايه ده بس؟ طب اتفضلي بقى، اتفضلي. ايه؟ اشمعنى بقى ال- 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 البراند ده او الماركه دي من الاقلام اللي عايزينها؟ اكيد فيها حاجه سبيشال. لا يعني ايه؟ انا مش عايزه انا الاقلام دي يا مايا. مامي اللي كاتبينه هو اللي هجيبه. انا مش هقدر اجيب الماركه دي يا مايا. الله. وبعدين يا بنتي كمان ده كمان كاتبين ماركه البرايه. ايه؟ انت عارفه يا بنتي البرايه دي بكام؟ 50 جنيه. ب 50 جنيه. انا اجيب برايه ب 50 جنيه اعمل بيها ايه؟ ابري بيها. ايه مالها البرايه ام 5 جنيه؟ ما بتبريش الاقلام، بتبري الاقلام. كده بيضغطوا علينا يا مايا، حرام حرام. انا مش هجيب انا الالوان دي، انا هجيب الالوان من الماركه اللي على مزاجي، او اجيب الالوان العاديه اللي بتكون في اي حته. وبقى ايه ده؟ رول ورق مطبخ وفوطه مطبخ؟ ايه ليه طالبين رول ورق مطبخ ليه؟ اكيد عشان ننشف ايدينا او نمسح الازاز او السبوره. مش عايزه تمسحي الارض بالمره؟ شوفي الارض ده كمان، الحاجات التعويذات اللي طالبينها. ايه الاستنسل والبومبوم ده يا بنتي؟ الايه؟ استنسل وبومبوم. ايه الاستنسل والبومبوم دي؟ ما اعرفش. تعرفي الاستنسل والبومبوم؟ محدش فاهم اي حاجه في اي حاجه، محدش فاهم اي حاجه في اي حاجه. نجيبها وخلاص. نجيبها وخلاص. ما انت اي حاجه نجيبها وخلاص. معطر خوخ. المدرسه عايزه معطر خوخ ليه؟ حضرتك عارفه الصيف الحر. صيف والحر. بقول لك ايه، في شويه معطر موجودين في الليفنج عندك وباخديهم. مش خوخ. ايه يعني ايه مش خوخ يا ماي؟ مامي خليها خوخ. يعني هو الخوخ طالبين خوخ، لو بالفل يبقى لا. ايه ده؟ ايه؟ اقري كده. شاحن موبايل فيها ايه يا مامي؟ هو المكتوب ده صح ولا هم اتلخبطوا ولا ايه؟ اه يا مامي مكتوب صح. هم عايزين منك شاحن موبايل ليه؟ افرضي الشاحن بتاع موبايل مس خلص. شيرينج از كيرينج. لو ما عندهاش شاحن. لو ما ايه؟ لو ما عندهاش شاحن نجيب لها الشاحن. شيرينج از كيرينج. يعني هم المدرسه طالبين شاحن موبايل عشان مس لما الشاحن بتاعها يخلص انتوا تجيبوا الشاحن تديه لها. ايوه. طب بصي بقى ها؟ درج المكتب جوه فيه 5 كراسات وقلمين واستيكه، مفيش اللي انت هتجيبيه في السبلاي ليست، مفيش سبلاي ليست والكلام ده كله مفيش، ومفيش 200 جنيه. خلاص يا مامي هاتي 200 جنيه، اجيب بيهم برايتين.